ورحمة الله تعالى وبركاته. كنجدد اللقاء بكم مرة أخرى، كنتمنى نكون خفيف على قلوبكم إخواني أخواتي متابعينا الأعزاء. كنشكر كل من تابع قناتي وشاهد الفيديوهات ديالي. كنتمنى تزيدوا تشجعوني أكثر بالضغط على لايك وزر الاشتراك وتفعيل الجرس. كما وعدتكم البارح، اليوم جبت لكم تطبيق مزيان وحقيقي لزيادة المشتركين. في كل مرة كنكتشف شي تطبيق جديد، غادي نجي ونشاركو معاكم وندير فيديو عليه في الشرح ديالو. هاد التطبيقات كلها غير كتساعد على زيادة المشتركين، لكن عليك أخي، عليك أختي، بالعمل ثم العمل، ولا شيء سوى العمل والمثابرة باش ترفعوا من المستوى ديال القناة ديالكم، وتكثروا وترفعوا بزاف ديال الفيديوهات وتكون عندها محتوى جيد. أكيد مع الصبر غادي توصل المبتغى ديالكم إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع. على بركة الله نبدأ في الشرح ديال التطبيق ديالنا. التطبيق هو هذا كيف ما كتشوفوا في الواجهة، وهذا كتليشارجوه من بلاي ستور أو جوجل بلاي أو أب ستور. المهم هذه هي الواجهة ديال التطبيق. هذا التطبيق اللي معانا سميتو فيديو في توب. غندخلوا للتطبيق ونعاود نشرح لكم البقيه. حنا دابا في التطبيق، دابا دخلنا ليه كنسجلوا بلي كونت. ولكن واحد النصيحه بغيت نقولها لكم، واحد الملحوظه مهمه جدا، وهي ما تحاولوش تسجلوا بالكونت ديال القناه، لا قدر الله لا تبيراط عليكم ولا شي حاجه. هو من الاحسن دير شي كونت اخر هو بس تسجل بحال هاد التطبيقات هادي، من الاحسن. كنضغطو على التسجيل. ملي كنضغط على التسجيل وكتسجل كتطلع لك هاد الواجهة هادي. هاد الواجهة هادي فيها لي في، فيها لي سبسكرايب، فيها لي لايك، فيها لي كومنت. من الاحسن كنديرو حنا لي في اللي فيها اكثر عدد ديال النقاط، كيف ما كتشوفوا 9 ديال النقاط باش تشاهد هاد الفيديوهات تقريبا، هذا 8، هذا 9. المهم من الاحسن اننا نشاهدوا هاد الفيديوهات هادو. نديرو واحد التجربة كيف ما قلت لكم وتشوفوا كيفاش كيخدم هذا التطبيق هذا. كنضغطوا على هذه النقطة تعود، كنتظروا الفيديو ديالنا باش انه يخدم. من بعد كنضغطوا هنا باش يبدا العد العكسي ديال 30 ثانية. كل مشاهدة ديال 30 ثانية ديال الفيديو كنحصلوا فيها على 9 ديال النقط كيف ما كتشوف. ها هو العد العكسي دابا بدا المشاهده ديال هاد الفيديوهات. انا نقصت الصوت باش ما نحاولوش ناثروا على المشاهدين. المهم بقات 20 ثانيه، بقات 15، 17، 16، 14. المهم وهكذا باش نحصل في الاخر على 9 ديال النقاط، ونبقاو نجمعوا في النقاط بحال هاد الطريقه. انا غادي نوريكم الشرح ديال الجوج ديال الفيديوهات من بعد انكم تكملوا. من بعد ما كيسالي هذا العد العكسي كنورقوا على شي كنكينه لتحت اولا كاينه في الفوق شيك. من بعد كنورقوا على اوكي لتاكيد داك 9 النقاط. وبعض المرات كيعطوكم دي بونيس ومكافئات بعض المرات. المهم كيف قلت انا راه حاصل على 170 ديال النقاط. نعاودو ثاني فيديو اخر باش نكملو الشرح ديالنا. كيف قلت لكم كنشاهدو الفيديو ولمدة 30 ثانية وكنحصلو فيه على 9 ديال النقاط. وهذوك النقاط هما اللي كنجمعوهم كنحولوهم للاشتراكات او لي فيو او لي لايك. المهم هو الهدف ديالنا في هذا الفيديو اليوم هو الاشتراكات كيف ما قلت لكم. العد هو بدا، كنضغطوا عليه باش يبدا العد العكسي ديال 30 ثانيه.
من بعد كنضغطوا على شيك شيك، كنضغطوا باش نأكدوا السعة ديال النقاط ديالنا، وهكذا وتالي باش نكملوا النقاط ديالنا كاملين. من بعد كنهبطوا لتحت، كنوركوا على الزائد هذا باش نحطوا الرابط ديال الفيديو ديالنا او لاي فيديو اللي غتختاروه نتوما، كديروا الرابط ديالو هنايا على حسب الفيرسيون هادي، كديروا الرابط ديالكم هنايا. انا غادي نوضع على الرابط ديالي انا، وهنا كنضغطوا هنايا قدام الفيو، كنضغطوا باش نديروا سبسكرايب كيف ما كتشوفوا، فيو سبسكرايب لي لايك ديسلايك كومنت. المهم حنا الهدف ديالنا هو سبسكرايب اليوم هكذا. وهنا نسخوا الرابط ديالنا كيف قال لكم، كنسخوا الرابط ديالنا هنايا وكنديروا اوكي. نتسناو باش تطلع لينا. كيف كتشاهدو كيطلع لينا اللوغو ديال القناة ديالنا، كنديرو نيكست. هنا على حسب ان عندي 179 نقطة عاطيني 17 ديال لي سبسكرايب، وكل سبسكرايب 10 ديال النقط كيف ما كتشاهدو نتوما دابا في الشاشة عندكم. كنوركو على اديت، كنأكدو صافي. من بعد كنديرو اوكي. وهكذا.